اليوم تشرفنا بزيارة أخرى لجامعة الكفيل بعد الزيارات السابقة اللي مضت لنا. نحن مثلنا الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني برئاسة الأستاذ المساعد الدكتور عامر الأمير المحترم منسق الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني. طلعنا اليوم على المؤتمر الذي تقيمه جامعة الكفيل، حقيقة شيء مفرح وبحوث رائعة ألقيت خلال المؤتمر. اليوم هو اليوم الثاني للمؤتمر، سبقه يوم كان حضوريا وافتراضيا، واليوم هو كذلك بسبب ظروف الجائحة. إن شاء الله نتمنى التوفيق لجامعة الكفيل بكل ما رأيناه سابقا والآن، ويوم بعد يوم نرى تطور وإضافات جديدة في جامعة الكفيل بشكل نوعي وكمي في نفس الوقت. جامعة الكفيل رائعة من حيث البنى التحتية، وهذا ما سبق وأن قلناه ونقلناه إلى الجامعات الأخرى. نتمنى من الجامعات الأخرى إن شاء الله أن تحذو حذو هذه الجامعة وتستفيد كل الفائدة من الخبرات الموجودة وما طبقها على أرض الواقع في هذه الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن في رحاب جامعة الكفيل وحضور فعاليات مؤتمرهم العلمي الثالث. هذا المؤتمر الذي يضم في طياته محاور متعددة، أهمها محور الهندسة، محور الطب، محور الكيمياء، محور البحوث الصيدلانية. أنا الآن كوني رئيس جلسة لإدارة هذا الجزء من المؤتمر، أرى جودة البحوث باعتبارها ستكون مدعاة لزيادة الرصانة العلمية وما تقدمه هذه البحوث خدمة المجتمع، وهي من أهم الأهداف السامية التي تسعى إليها مؤسسات التعليم العالي في العراق وفي بلدان العالم. جامعة الكفيل حقيقة أخذت أطوار عديدة وقفزات نوعية ملموسة بكونها تصنف ضمن الجامعات التي تحظى بأولوية وباهتمام المعنيين في الوزارة، واليوم هي تسعى إلى دخول في التصنيفات كما لاحظتم في العرض التقديمي في القاعة الرئيسية في حال بداية عرض فعاليات المؤتمر. دخلت تصنيفات الجرين ماتريك ودخلت تصنيف الاريو ار، وهم اليوم يسعون أو يتمنون أن يدخلون إلى مصاف الجامعات الإقليمية والعالمية، وهذا كله بفضل التخطيط المسبق لهذه الجامعة ولإدارتها متمثلة بالسادة المتولين الشرعيين للعتبة العباسية المقدسة. نتمنى لهم دوام التوفيق والارتقاء وتحقيق ما يصبون إليه، ومن الله التوفيق. حقيقة المؤتمر الكفيل الدولي الثالث خلى عندنا بارقة أمل أنه أكو بعد بالعراق، العراق بعد بخير، أنه العلماء لهم مكان بهذا البلد. يعني البحوث اللي قاعد ينشروها هنا الأساتذة الأفاضل والدكاترة والطلبة العلم اللي بعموم العراق اللي اجوا ومن محافظات بعيدة وشاركوا بالمؤتمر، يخلى عندنا بارقة أمل إنه هذا المؤتمر مؤتمر ناجح إن شاء الله.